نصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع فريق البنك الاهلي اللي فاز على الداخليه بنتيجه 3-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على استاد القاهره الدولي ضمن الجوله 30 من عمر مسابقه الدوري الممتاز. ونادي طلائع الجيش أعلن تعاقده مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق للأخضر الليبي ليتولى مهمة تدريب فريق الكرة خلفاً لعماد النحاس. مروان عطية لاعب النادي الأهلي حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز. محمود الونش مدافع فريق الزمالك نشر صورة ليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي، وكتب عليها الحمد لله على ما مضى، الحمد لله على ما هو الآن، الحمد لله لما سيأتي، الحمد لله على كل شيء. منتخب سيدات السلة فاز على بولندا بنتيجة 21-18 في بطولة كأس العالم لكرة السلة 3-3 واللي بتقام في النمسا، وبيتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كل من ألمانيا واليابان وبولندا واستراليا. نادي بيراميدز أعلن تمديد تعاقده مع لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توري ليبقى مع الفريق لمدة 3 مواسم جديدة للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات اللي جاية. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن توقيع عقد جديد مع مدافعه البرتغالي ديوغو دالوت لمدة 4 سنوات، وقال بيان النادي الإنجليزي وقع دالوت عقداً جديداً يمدد إقامته مع مانشستر يونايتد حتى 30 يونيو 2028 مع خيار لمدة عام آخر. محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي ظهر في مدينة دبي بعد ما حصل على العطلة الصيفية عقب ختام الموسم بالنسبة لناديه، واللي أنهى في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد. وبيستعد كمان محمد صلاح للعودة لمصر للانتظام مع معسكر المنتخب الوطني واللي هينطلق يوم 10 يونيو اللي جاي. رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن تتويج الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الموسم المنقضي 2022-2023، وده بعد قيادة السيتي للفوز بلقب البريمير ليج لتكون المرة الرابعة في مسيرته. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لأحمد وبسنت نكمل معهم باقي فقراتنا.